مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. اليوم سوف نخبركم ببعض أسرار علم النفس التي لا يعرفها الجميع والتي يتم استغلالنا بها في بعض الأحيان. سوف أذكر في هذا الفيديو ثلاث طرق يجب أن تعرفها كي لا يسهل التلاعب بك. أولا، يجب عليك معرفة الأوقات التي لا يجب عليك أن تتخذ فيها القرار. هذه الأوقات هي الوقت الذي تشعر فيه بالسعادة فائقة أو الحزن أو الغضب. تجنب اتخاذ القرار في هذه الحالات. هناك بعض الأشخاص الذي سوف يجعلونك سعيدا لبعض الوقت كي يستغلوك أو توافق لهم على شيء، ويمكن أن توافق بسرعة لأن في تلك اللحظات المشاعر هي من تسيطر، وفي الغالب سوف تندم بعد مرور تلك اللحظات. وكذلك عند الحزن، هناك من يستغلك بحجة المواساة ويستغل ضعفك في تلك اللحظة. وعند الغضب، غالبية القرارات تكون سيئة وتندم عليها فيما بعد. لذلك حينما تكون في أحد هذه الحالات تجنب اتخاذ أي قرار، وإن أتى شخص وألح عليك فأخبره بأنك سوف تفكر في الأمر ولا تقرر في تلك اللحظة أو يرفض، لأن في تلك اللحظات يصعب اتخاذ القرار المناسب، وهذه نقطة من نقاط الضعف التي يستغلها المخادعون لإقناعنا. الطريقة الثانية وهي اللطف الزائد أو اللطف في المكان الغير المناسب. يجب عليك أن لا تكون لطيفا طوال الوقت، يعني كن كما أنت ولا تحاول إرضاء الناس. حاول أن ترضي نفسك أولا قبل أن ترضي الآخرين، لأن إرضاء الآخرين دون إرضاء نفسك سوف يجعلك كالدمية. سوف تصبح شخص يسهل التلاعب به، وسوف تستغل من طرف الجميع ولن يشكروك حتى، فقط لأنك لطيف جدا. لذلك كن حذر من هذه النقطة. حاول إرضاء نفسك دائما قبل إرضاء الآخرين. في تلك اللحظة سوف تقوم بمساعدة الآخرين وأنت في قمة السعادة، لأنك تعرف ماذا تفعل وأنت من يقرر لنفسك وليس الآخرون. الطريقة الثالثة وهي الطلب الصغير من تم الكبير. يعني كن حذرا عندما توافق على شيء، واعرف الشيء الذي ستوافق عليه قبل البدء فيه. كن حذرا من الأشخاص الذين يطلبون شيء وحينما توافق عليه يضيفون طلب آخر. أغلبنا يقوم بقبول الطلب الثاني دون أن يفكر. لذلك تذكر هذه الفكرة وارفض الطلب الآخر إن لم تريده، ووضح له أنك وافقت على الأول فقط. وإن أردت أن توافق على الطلب الثاني أخبره أن يقوم بتعويضك عليهم معا، لأن هذه الطريقة يستخدمها غالبا أرباب العمل، لذا كن حذر منها. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله.